فكرة الزراعة في الماء، زاوية جميلة من زوايا المدرسة. طريقة الصنع، ماسورة اللي بيدخل في داخلها الماء ويعمل فيها ثقوب، وهاي الثقوب بيكون فيها المجرى، مجرى مي بهي الطريقة. هون بيكون موجود مضخة المي، والمي بتطلع من هذا الشكل من هون وبترجع لهذه الماسورة وبتنزل بهذا الشكل وبتعود ترجع بشكل دائري. في داخل المي بيكون موجود سماد سائل، وطبعا بدون تربة بتكون الزراعة. وزي ما احنا شايفين الزراعة جدا جدا ناجحة. في عنا هون ملفوف، في عنا خس، جرجير، كزبرة وبقدونس. يعطيكم ألف عافية. طبعا بسموها بالإنجليزي هايدروفونكس، 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 الزراعة في الماء.